وما زلنا مع نادي الزمالك، ويمكن حذر الجهاز الطبي للزمالك من التعجل في مشاركة اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الفريق. يمكن الونش رجع من إصابة طويلة تطلبت تدخل جراحي، ويمكن انضم مؤخرا إلى تدريبات الجمعية للفريق استعدادا للعودة للمشاركة في المباراة. الجهاز الطبي لنادي الزمالك طلب من فريرة عدم الاستعجال في الدفع باللاعب خلال المباراة اللي جاية، ويمكن طلب كمان أن تكون مشاركة اللاعب في المباراة بشكل تدريجي، خاصة وأن الإصابة اللي كان بيعاني منها كانت صعبة.